انا مش عاوز اتكلم عن الموضوع ده تاني. احنا قلنا مش هنتكلم عنه تاني. مش هنتكلم عنه مرة تانية. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، النهاردة هنتكلم على كورونا. ما تخافوش ماشي، انا مش هطول عليكم، يعني كلنا عارفين ان احنا زهقنا من الموضوع ده، ولكن في كام حاجه جديده في حوار كورونا مهمين، يعني جدا 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 مهمين، وانا شايف ان الناس لازم تعرف عنهم. فاعملوا لايك وتعالوا معايا لو سمحتوا. اوكي، احنا عارفين الليله كلها، مش محتاج اعيد الكلام هنا. من اخر سنه 2019 كوفيد 19 بقى جزء من حياتنا، والعالم بدا يقفل في اول 2020، وعدى اكتر من سنتين والموضوع لسه مستمر. ايوه الموضوع لسه مستمر، لو سمحتوا ما تستهونوش. فاكرين في البدايه لما كنا نشوف الارقام بتاعت الاصابات والوفيات ونخاف، يا لهوي ازاي الارقام دي كبيره قوي كده، لازم ناخد بالنا. يعني انا مش قصدي اخوفكم ولا حاجه، بس يعني في اخر السنه اللي فاتت لو هندي رقم كده بالاحصائيات اللي موجوده عندنا، عدد الناس اللي كانت مصابه في الفيروس يعني في الوقت ده كانت تقريبا حاجه زي 28 مليون اللي هم لسه مصابين بالفيروس. في الثلاث شهور اللي فاتوا دول الرقم ده وصل ل 54 مليون شخص مصاب في نفس الوقت. بصوا على الرسمة دي، دي الحالات اليومية. هنشوف هنا دي بداية الجائحة، هنا كلنا كنا قاعدين في بيوتنا، وهنا الناس بدأت تخرج شوية، هنا الفاكسين اتعمل، وهنا الناس بدأت تاخد الفاكسين. وشايفين السبايك الكبير ده؟ ايوه اخر حاجة اللي ورا ده، ايوه شايفين ده اللي هو اعلى كمية حالات كده، ده الثلاث شهور اللي فاتت بس. فايوه اعزائي المشاهدين، لسه الخبر ده وصل لنا حالا، الجائحة ما خلصتش. واتت اليكم كورونا بحلتها الجديده، طله جديده من الكورونا اوميكرون. التطور بتاع الفيروس شيء بيحصل مع مرور الوقت، زي ما اي حاجه في العالم بيحصل لها تطور مع الوقت. الفيروس لسه موجود، ايوه احنا عارفين نتغلب على الفيروس شويه كده، ولكن الفيروس حصل له طفرات، من الطفرات اللي احنا لسه موجوده معانا دلوقتي ومش عارفين نتغلب عليها. احنا دلوقتي بنتكلم على اوميكرون، ده مش معناه ان الفاكسين ما بيشتغلش، ده برضو مش معناه ان انت قوي وخطير ويعني مش هيجي لك كورونا. لا، روح خد الفاكسين لو سمحت، لان ايوه حتى وانت متفاكسن لازلت معرض للاصابه، ولكن هيكون جوه جسمك طريقه للغش والتغلب على الفيروس، فيعني ده هيفيدك. المهم اوميكرون في الوقت الحالي هو اجدد سلاله واكثرها عدوى، حاجة زي كده جدا مهمة، ولازم الوعي عن الحوار ده ينتشر عند الناس. فخلونا نتفرج على أكتر مذيع مشهور في مصر وهو بيشرح لينا الكلام ده. عايز أقول إن الكلام اللي هقوله ده يعني جايز يبقى جايد، جايز يبقى مؤشر، جايز يبقى شيء ننظر له في بداية الأوميكرون. الفيروس المتحور الجديد أو متحور الجديد بتاع الكوفيد، الطبيبة اللي هي اكتشفت الاوميكرون في جنوب افريقيا، في طبيبة عندها عيادة بيجي لها ومكان في المستشفى. اه مان عمرو بالله عليك، الموضوع جدا جدا بسيط، واحدة في جنوب افريقيا اكتشفته بيصيب الاطفال، العدوى بتاعته عالية ولكنه اقل خطر، بس ده الموضوع كله. ايوه ده الموضوع كله بكل بساطة. المهم نروح للحاجة الاساسية دلوقتي والسبب اللي انا علشانه عامل الفيديو ده، علشان اتكلم معاكم انتوا اخواتي اللي في مصر والدول العربية، هنتكلم كلام من القلب ومن الرياضيات برضو. خليكم معايا، انا مش عاوز انشر الثقافة بتاعت الخوف، لا احنا متربيين في الصحراء وجلدنا تخين يستحمل، ومش فيروس يعني اللي هيخوفنا، وانا معاك يا صديقي في الكلام ده، بس القضية بتاعتي من بداية الجائحة دي ما كانتش خوف عليا ولا على اصحابي اللي من نفس سني، لا كانت خوف على الناس اللي سنهم كبير والناس اللي مناعتهم مش قوية، لأن الناس دول خط الدفاع عندهم مش زي الشباب اللي أيوة يستحملوا كورونا، وهي دي حقيقة. فالقضية هنا مش أنا جامد وكورونتي يا ابني اللي تخوفني ومفيش كورونا عندنا ولأ مش هاخد اللقاح أنا مش محتاجه. ماشي يا عم الخطير، بس غيرك مش هيكون عنده نفس التجربة دي، وانت وارد تكون سبب في نقل العدوى دي ليه. طب ازاي انا بقول كده والموضوع بقى واضح يعني، والعالم كله بدأ يفتح والحفلات رجعت والسفر رجع وكل حاجة باينة ان هي تمام؟ انا معاك، صعب اني اقنعك ان احنا نرجع زي ما كنا في اول الجائحة، وانا مش عاوز ده صدقوني، انا عاوز اسافر، انا عاوز اعيش حياتي بحرية زي ما قبل عصر الكورونا ده، بس لو كلنا انكرنا اللي احنا فيه دلوقتي ده مش هيخلي الكورونا تروح. احنا نسينا كورونا،
ولكنها ما نسيتناش. أيوة الأوميكرون أضعف وتأثيره أخف، ولكن التطور في السبايك بتاعه بيخليه يرتبط بالخلايا بتاعتك بكل سهولة، يعني أبسط تعرض ليه هيعديك، وبكده أنت هتعدي ناس كتيرة، وإحنا لسه بنحارب عدو مش عارفينه، خاصة هنا في العالم العربي. دلوقتي خلونا نعمل شوية حساب، كلنا بنحب الحساب أكيد صح؟ أنا بحب الرياضيات بحب الحساب. المهم على موقع وورد ميتر هتلاقي تسجيل يومي لحالات الكورونا من حول العالم، الأرقام دي موثقة وبتستخدم كمرجع في أماكن كتير. أيوة ممكن مش 100% صح، ولكن ده اللي احنا هنشتغل معاه. لو رحنا لقيمة البلدان الأكثر إصابة بكورونا في الوقت الحالي اللي أنا بصور فيه الفيديو ده اللي هو على يوم 17 يناير، هنلاقي مصر رقم 79. تبص على الرقم ده وتقول ان هي حاجه حلوه، يعني مفيش حاجات كتيره يعني. بص انا اكون واضح معاكم، انا مش مصدق الرقم ده، ويعني انا حاسس ان انا مش محتاج اوضح ليه الرقم ده مش منطقي خالص. وعشان اكون صريح معاكم اكتر، انا نهائي 100% مش مصدق الرقم ده. انتوا بتهزروا؟ يعني الترتيب ده غلط بشكل مش طبيعي، والغلط هنا مش جاي على الموقع ذات نفسه. السبب ان ليه الشيء ده مش منطقي هو بكل بساطه الترتيب ده مبني على ايه. الترتيب مبني على كميه الاصابات نسبة إلى كمية الاختبارات الموثقة اللي اتعملت في البلد. مصر فيها 105 مليون إنسان، عاوزين تعرفوا في كام اختبار كورونا اتعمل؟ 3 مليون. ومن ال 3 مليون اختبار دول من أول كورونا خالص، عارفين في كام حالة اتسجلت؟ 400 ألف. ولكن عشان نبسطها خلينا نقول ان هي 300 ألف بس، وللتبسيط أكتر خلينا نقول ان مصر فيها 100 مليون إنسان بس. نعمل دلوقتي الرياضيات، let's do رياضيات على المعلومات اللي موجودة عندنا. نفترض ان احنا اختبرنا ال 100 مليون انسان اللي موجودين في مصر، دول كلهم نوصل بعد التقريب كده هو لما نجيب ال 3 مليون اللي احنا عارفين المعلومات عنهم اللي احنا اختبرناهم، واللي منهم طلع 300 الف واحد مصاب كده بقت 10%. هنعمل الاكس بتاعنا 10% من ال 100 مليون يبقى 10 مليون. ده اللي احنا ممكن نستنتج من المعلومات اللي احنا مش متأكدين منها من الموقع ده بالحسبة البسيطة اللي احنا عملناها دي. وانا عارف ان هي مش منطقية، ولكن اديني دماغك حبتين كده كده. ممكن نقول بناء على المعلومات الموجودة عندنا ان مصر حصل فيها 10 مليون حالة كورونا من ال 100 مليون شخص اللي موجودين في مصر. وبكل بساطة انا شايف ان الرقم ده جدا جدا غلط، المفروض يكون اكتر بكتير. ليه؟ هقول لك دلوقتي. بكل بساطة الناس اللي عملوا فحص كورونا مرة ممكن تكون راحت وعملت فحص كورونا مرة تانية، وده غالبا اللي بيحصل. الشخص اللي بيكون عنده وسيلة ان هو يفحص بيفحص نفسه اكتر من مرة. فمن البداية كده الارقام اللي موجودة عندنا للناس اللي فحصت كورونا سواء كان عندهم كورونا ولا ما عندهمش بس عملوا الفحص مش هنستفيد بيها، لان هي ما بتقولناش حاجة واضحة. وزيادة على كده العدد قليل بشكل مش طبيعي. والحاجة اللي احنا لازم نواجهها هنا بكل بساطة ان المصريين مش مميزين قدام الكورونا، الكورونا ما بتفرقش. خلينا ناخد الدولة العربية الشقيقة الكويت كمثال عشان نحاول نفهم اللي احنا بنقوله هنا. الكويت فيها كام شخص؟ فيها 4 مليون شخص. الكويت عملت كام فحص؟ والفحص موثق، خليك معايا هنا. 6 مليون، وهتلاقيها في قائمة الدول اللي فيها إصابات رقم 74، يعني أعلى من مصر. فيها ناس أقل ولكنها أعلى من مصر. السعودية نفس الموضوع، هتلاقيها رقم 62. فهتلاقي إن في علاقة طردية واضحة، كل ما تعمل اختبارات فحص كورونا أكتر كل ما هتلاقي إن في ناس مصابة عندك أكتر، وكل ما البلد بتاعتك يكون فيها ناس أكتر كل ما نسبة الإصابة هيكون فيها أكتر. ده شيء جدا جدا منطقي. فالإجابة البسيطة الواضحة جدا جدا واضحة للجملة بتاعت يا ابني مصر ما فيهاش كورونا، حتى شوف كمية الناس المصابة قليلة، يعني ازاي يكون مصر فيها كورونا؟ لا، مصر فيها كورونا كتير، ولكن اتعمل فحص لتلاتة في المية من تعداد السكان، وانت ما ينفعش يكون عندك داتا من 3% بس. الحاجة اللي انت ممكن تعملها عشان تساعدك تدي لك صورة اوضح للي بيحصل ان انت تبص البلدان تانية تعداد السكان بتاعها قريب من مصر ولكنهم عملوا اختبارات اكتر، فتاخد فكرة عن الرقم ده هيكون عامل ازاي هنا في مصر. ولكن برضو مش هيساعدك قوي لان كل بلد وليها المتغيرات بتاعتها. تركيا مثلا تعداد السكان بتاعها كبير قريب من مصر وهي رقم 7 في الحالات،
بس تركيا بلد سياحي، ممكن عاداتهم وتقاليدهم تختلف عننا وبيدخلها ناس كتير طول السنة، فمش هينفع تكون معانا في النقاش ده. نفس الموضوع بريطانيا، تعداد سكان كتير وعملوا فحوصات أكتر من 400 مليون مرة، بس برضو المتغيرات هناك تختلف. ولكن زي ما قلت، لو هناخد حاجتين بس تحاول تقرب لنا الصورة، بلد فيها تعداد سكاني كتير وعملت فحوصات كتير. ومن الاخر ارجع واقول انا مش عاوز اخوفكم واقول لكم بقى ان كورونا في كل مكان في مصر، ولا يعني عايز ابين لكم ان الكورونا والاوميكرون ده شيء هيدمر البلد. دي اخر حاجه انا عاوز اعملها، صدقوني. اللي انا عاوز اعمله هنا هو ان انا افكركم ان الخطر ده لسه موجود، واحنا موجود عندنا طرق كتير للتعامل معاه بجد، حاجات جدا بسيطه ومش هتاخد منك اي وقت ولا اي حاجه. وعلى فكره لو هي الحاجات اللي موجوده في دماغك، لا، في حاجات منها اتغيرت. تحت الفيديو هتلاقوا رابط لمنظمة الصحة العالمية، في الحقيقة مش تحت الفيديو، انت هتلاقوا حوالين الفيديو ده موجود الرابط بتاع منظمة الصحة العالمية، بتقولك الحاجات البسيطة اللي ممكن تعملها مش علشان تحمي نفسك بس، بل علشان تحمي الناس المهمين عندك وعند غيرك. وهم من ده كله انك تكون فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. أعزائي المشاهدين على متابعتكم وصولكم لنهاية الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لأن ده فعلا بيساعد، وتأكدوا ان انتوا مشتركين في القناة ومشغلين كل التنبيهات عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. انتوا عارفين كلام اليوتيوب اللي بيتقال في كل فيديو، عملوا لي فولو على السوشيال ميديا بتاعتي، وعرفوني في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو. الانستجرام بتاعي موجود هنا، السوشيال ميديا بستخدم الانستجرام هو اكتر حاجة. فايوه شكرا على متابعتكم. عارف ما كناش عايزين نتكلم على كورونا، ولكن زي ما قلنا ايه كام حاجة كده كنت عايز اتكلم معاكم فيها، فحبيت اعمل لكم الفيديو ده. وشكرا مرة تانية على متابعتكم، والبنتومات مستمر. سلام.